شو حكايه التاكسيات وتحويل المحطه؟ خويا خرجونا الباب عليه بقى. المواطن يتشكى، فما مواطنين يركبوا معنا صباح يمشيوا لبرشلونه يحلوا الحوانت كسس وعطار خضر كذا قهواجي باش يسخن الماكينه كذا، ولا يتقلق ولا يحكي لنا معناها باش يستنى المترو، ما عادش يركب مع التاكسيات جماعي. هذا اولا. ثانيا البركاجيات خويا هاك تشوف مقابلين جبانه، يحلوا الحاكم الجبانه يدخلوا للجبانه تشوفوا فيها برشا مواضيع مخدرات كذا درشني ما يساعدش. انا ديجا عندي في فاميلتي شكون تسرق غاديك في باب عليه ولا هبطوا لهنا، برشا تشكيات خويا وما تساعدناش. تو عندنا ساعه ونص ما جاتش العباد، اللي شاري حوت باش يجيب مارشي سنترال لهنا، اللي شاري كذا باش يجيب مارشي سون باساج، اللي يخدم في الدندان ولا اللي يخدم كذا تهبطوا من الباساج يجي من الباساج لهنا. حط انت روحك هابط باش تشري شويه حوت ولا شويه كذا، ماهوش موقع. كيفاش باش ندور توا؟ هي غاديك بلاكه معناها دوران محجر ممنوع علينا باش ندوروا، كيفاش انا باش نهبطهم العباد؟ منين تحبني ندور؟ من الفهم تاع باب عليوه ممنوع علي ندور، من الفهم تاع باب عليوه تاع المركز ممنوع علي ندور، منين باش ندور انا؟ يعني مشكلة تحطينا فيها في وضعية قسما بالله إشكالية كبيرة. علاش حولوكم؟ علاش؟ شنو السبب؟ فما إشكال كراهب مروج عندهم شارع محطة وكراهب مروج عندهم شارع كرتاج، فما قضية في المحكمة انجرت القضية ذي نظر فيها معناها مانيش عارف شكون اللي نظروا فيها، خرجوا الناس الكل. فهمتني كيفاش؟ ناس عندها شارع محطة وناس عندها معناها شارع كرتاج. نحن عندنا كلمة المنجي بالي. نحن جماعة المحمدية عندنا المنجي بالي اللي خرجت عليها عباد كراه ب 100 مليون على الليزينغ خويا، فما ناس تخلص معنا في 1,700,000 كل شهر. فهمتني خويا؟ ما تخلصش وتضرت القطاعات يا اخي. فما واحد توا داخل يده المكتوبك منحي لك ثلاثة. يا سي قيس سعيد رانا انتخبناك باش تشوف لنا حل، رانا انتخبناك مش عباد باش تحكم في تخرج المحطة وقت تحبي وتدخل المحطة وقت تحبي. يا سي قيس سعيد نحن شباب وعباد مالك راهب يعلم بها يا ربي. انا كمواطن بوزو صغار نخدم مع مولاه كهرباء، خذ لنا حقنا خويا، رجع لنا المحطة غادي. عباد تجي من الباساج وعباد تجي درامين الباب عليه ونسقاه، راهي بلاصة لهنا كلها بركاجات. راهي امبارح امرأة في الليل تبركت قدامي زعمل تتغرد في جرتها. يا سي قيس سعيد شوف لنا حل، راهي عباد تاخذ في قرارات من روسة هالصفار عليهم شنيا في ريوسهم. انا راني توا نخدم صانع عندي 6 شهور عاملين بطال، ما خزر لي حد، صغاري ما وكلهم حد، خزر لي مولاه الكرب اللي قاعد نخدم معاه توا. كي انت تعمل له اوكي كيفاش باش نخدمه؟ اش تحبنا نعملوا؟ يا خويا شوف لنا حل في الحكايه ذي. احنا رانا نخدموا من جبالي، العباد البارح مروحه ب 50,000 والكار شوفوا السيركيلاسيون. يا سي قيس سعيد شوفوا السيركيلاسيون، روعي شوفوا الكيس، شوف العباد. يا خويا شوف لنا حل، شوف لنا محطة مونجيبالي قريبة للناس الكل، قريبة للمرأة الكبيرة اللي هزة ساشيات باش تطلع من مارشي سنترال قريب. رانا برشا ويعلم ربي عندهم الحق، برجولين ما يحبوهمش يخدموا على رواحهم عباد، يحبوا خويا كان السرقة والنهبة وكل شيء، عليه ينقلوا فيهم من غاديك عباد تقعد مساكن، يغزروا العباد كبار، ناس كبار، رجال كبار، كل شيء، كيفاش شكون باش يجيبهم هذوكم؟ يجيو على ساقيهم عباد مرضى كل شيء، ينقلوا فيهم لهنا مو لاباس صحيح، عليهم خلوهمش غادي، كان لازم يزيدوا يقربوهم حتى أكثر من غادي، يغزروا حتى العباد الكبار ونساء الكبار وكل شيء، عباد زادة عندها بيبيات صغار، عباد تداوي كل شيء، عباد زادة لهنا صحيبي زادة تبدا ظلامة كل شيء، عباد بركاجيت خطفة وكل شيء، برشا حاجات راهي تصير لهنا كوارث بالحق، كوارث على الاخر على الاخر، اقسم بالله العظيم غير عادي. زاد عباد زاد لهنا يخافوا على رواحهم، زاد على الاقل غاديك بحذا برشلونه محميه على الاخر، فما حاكم فما كل شيء نورمال، عباد تخدم على رواح. اما لهنا صحابي عادي يجي كيف في الكوا حاجه يشبد عليه موس ولا حاجه تك تك يفك له بتاعه ويروح على روح عليه. زاد ما عباد زاد تلقط في خبزها كل شيء صحابي، سايبوا العباد تخدم تتفرج السيركيلاسيون شو العباد كيفاه، تو يخرج لك واحد اقل حاجه لا قدر الله سبحان الله واحد يبدا طاير حاجه تصير اكسيدون ولا حاجه شنو مات ميت هز ربي حاجته وكل شيء ما يزيدها ما تجيش صاحبي. ياسر تعبنا والله تعبنا ياسر، جايين من انا من ناريانا جاي والله. هما شكون يجي من الشرقيه؟ هما جاي من ناريانا فهمتني خويا، والكراهب هذوما مستمثلين للقانون ناخذوا 3 متر ونطبقوا في القانون. اما الشعب المسكين هذايا هو اللي مسكين باش ياكل العصا فهمتني خويا، واحنا خدامة نهار اغلبيتهم مالي الكراب تويكا باش تاكل شوفرة على اليمين، يجي يعمل بوستة سباع فهمتني يخدم منا ومنا، والشعب هذا الكل تراه فيه باش يولي ياخو في الكيران وفي المترويت مع الكورونا، وهم تويكا عاملين ما نعرفش شنو كوفر فيه وانت تلم فيهم العباد في الكيران في المترويت
في التيس مخليها غاديكا، شنو هي معناتها؟ هذوما وسيله نقل في خدمه المواطن، واحنا في خدمه المواطن، وكان المواطن يقول لك رانا مانيش قاعدين نخدموا فيها صاحبي، الرخصه هذه كل ياخذها وسلام والعافيه. تو انا جاي معايا المدام تخدم تو في المغيره ما يساعدنيش، معناها ما يساعدنيش المدام تاعي جاي مش يوم باش تخدم في المغيره وزيد يبعدوا علينا معناها كذا. هو السيد الوالي يرحم والديه ما ياخذ قرار صافي في مصلحه الشعب مش مصلحه مهمه. انت تحب تبدل اعمل طريق اخرى، شوف بلاصه اخرى قريبه. كيفاش واحد وفي الشتاء تو انا جاي الشتاء نفرض روحي نخدم غادي نستخدم غادي، كيفاش نعمل نجي يعني نتبل بكل المسافه من غادي ونكرك وعزوزه وشايب وبويا وكذا؟ مش حل جمله هذايا معناها. وحتى لهنا انا قاعد نشوف ماهيش بلاصه نتاع نقل، هذه الكل تغمى مع بعضها. نظف احنا مع نظافه مع الخدمه مع كل شيء، شوف حل اخر يا اخي فهمت كيف. شوف المراه معناها وتوصل فيها اربع ترونسبور، حطها لي غادي يا خويا فهمتني، رجع لي الواجهات لبلاصتي يا خويا. شوف البلاصة كما شارع قرطاج عندك بالبلايص، انا نشوف هنا بحث مدينه الثقافه ثم باركينغ كبير تنجم تاخذه يصلح للناس الكل معناها وتساعد الناس الكل. هذوما الناس كما مقرفين البارح واليوم هما خاسرين وانا خاسر، هذوما اصحاب معناها كريديات وكذا. ما تاخذش قرار يا سيد الوالي والسلط على حساب المواطن الضعيف المزمر اللي قاعد ويقف من الثوره ويجي معنا. احنا اللي قاعدين ناخذ هذوما يوصلونه واحنا قاعدين نخدموا معاه معناها فهمت كيف. دونك لازم يشوف قرار اخر ويتراجع على القرار، مش مشكل راه مش قران القرار، يتراجع على القرار اخويا. علاش تعمل الخماد هذه توقف الدنيا كل تقفل البلاد ناقصين احنا تولي ثم امور اخرى. انا واحد مش بطال مش نلوج بيه خدمه جاي نوصل في مرتي انا ما يساعدنيش انا هناك. شوف الوقت الشيء هذا معناها وليت خايف عليه متبيع نخاف عليه ما لا قاعدين نتفاجئوا ذلك قاعدين نعيش نفوا بعض. يرحم والديك معناها يرحم والديك يرحم والديك صحيح صحيح يرحم والديك. غاديكا في برشلونه كل شيء فما حاكم وكل شيء، حتى تسيب مرتك تبدا متمي. اما لهنا نجيبها من اخر الدنيا ونجيب الكاليفيه حتى شيء لهنا. العبيد تخات براكي وفي بالهم بعد قداش مره عبيد براكيت وماتت ونسي كبار وكل شيء ونسي كبار. مهمش مقلقين حتى حد جاك يا اخي مواطن غاديك قال لك راه مقلقني هذايا في النقل نتاعو وكل شيء. تي بالعكس تي رحمه هذايا، تي انا البارح دخت اقسم بالله هاني معناه سبورتيف وكل شيء ومرتي حبلة هاي في الثالث قسم بالله صحيبي تسيين المراه باش تموت. تعالي تسيبوا العباد يخزر ها صور شوف العباد كيف كان التزمير، كان التزمير ساعة باش يخرج وكل شيء. سيبوا خليه يخدم على روحه، سيبوا خليه العباد تخدم على روحها. زعيمي كان هو ذا يعمل، هو ذا يعمل تك ياخذ شهريه يحطها في جيب، هو ذا يعمل هو يقطع خبزة الاخر تك حطها ذا شهريه في جيب. تعالي شنو تشد لي كرسي تولي لي فرعون وكل شيء، لا تولي فرعون لا حد شيء خويا، خليهم العباد تخدم على روحها. ما جاك من المفروض يشوفوا سوليسيون فهمني يرتحوا بها العباد مش يزيدوا يتعبوا. عباد جي من اخر الدنيا مسكين راجل كبير مراه انسان فهمتني ما تساعدوش يجي من اخر الدنيا من حي. ثم عباد تخدم في حي الخضره تكلتها على ساقيه قداش باش يمشي على ساقيه. ثم عباد تخاف، ثم عباد يعلم بها ربي كيفاش يخرجوا من بيرواتهم. اخرجوا شوفوا حسوا بالعباد كيفاش قاعده تعيش كيفاش قاعده يعلم بها ربي. اللي صاير هذا اجراء تعسفي، التعسفي مش كان على السواق السيارات راهو فهمتني حتى على المواطنين. انا نحكي لك نقوم الخمسه تاع الصباح فهمتني نجي نهبط من هنا معناها تصور انت بالله شوف 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 هنا خويا شنو جبنه ولا لا بركاجات خويا ناس في الليل خويا. خليك مني انا خليك مني انا خويا نورمال نفض انسى بعد الثمانيه شنو مش يكون تو هذا بعد الثمانيه تسعه بركاجات خويا العزيز شنو تو نورمال هذايا مش اي ويعترضها واحد. انا تو انا الحكايه هذه راهي ماهيش عاديه وسيد الوالي راك عملت اجراء راه لا علاقه ماهوش معناها ماهوش غير انساني. انا نحكي على الانسانيه ماهوش انساني بالمره على خاطر ريت كل شيء اي حاجه احنا كل بهم القصير جماعه المحمديه اي حاجه احنا اخر حاجه فهمتني. هذا راه ماهوش وليه ونحن ناس زواولة نحن ناس زواولة كيفية الإجراء هذا يصير ما نعرفش انا شنو علاش هذا كل اسمعني. المحمدية ما عندها حتى وسيلة نقل ديريكت لتونس راه لا عندها كار ديريكت لتونس لا عندها مترو لا عندها تران. فما كان تاكسي جماعي معامل عليها وعلى ربي فهمت. انا راني سايق تاكسي جماعي نهار وطول على المحمدية هذي ما فميش جملة ريت باش نحكي لك فاش باش يمشوا ياخذوا الكار تمشي لسبعة متاع صباح كار زينة وعزيزة تلقاهم شادين للي يوصلوا للمنتزه باش يبدلوا المترو باش يهبطوا في برشلونة هذايا فهمتني باش يخرجوا تمشي ستة متاع صباح للمحمدية ما فما حتى عبيد قاعدة تجي فوق القنطرة هذايا فما بالك التسعة والعشرة متاع الليل فما عبيد تروح معنا كليونية. أنا نخدم بالليل نحكي لك راهو كليونية نسيم
كيفاش باش يجوا كيفاش باش يقصوا القنطره هذيك كيفاش امنوا هنا يا خويا حطوا دوريه في كل بلاصه تاو تفضل عاد رجعونا غاديك واحسن نقطه ترابط نقطه ترابط بابا علي واللي كانت الخدمه الكبيره في برشلونه ردوها نقطه ترابط لهنا التيس تخرج الدنيا الكل تخرج تحبوا السيركيلاسيون تتنحى تتنحى السيركيلاسيون تخرج التيس وتخرج كل شيء وتولي نقطه ترابط تولي بابا علي ولا هنا نقطه ترابط الناس الكل تجي لهنا الكبير فهمتي شوف المواطنين جا ربي شوف المواطنين جيت من باب الزير جا سخيا من باب الزير برشا تعب برشا تعب بطبيعه